ست منى الهراوي، شو علاقتك بصباح كسيدة وقدي قربت منها بفترة؟ ما بدي أقول الله يرحمها وإن شاء الله تكون نفسها بالسماء، لأن صباح هي رمز من رموز لبنان من الناحية الفنية والتراثية والتمثيل والأصالة. تراث جسدت التراث اللبناني وعطته للعالم، وهالتراث اللي نحن دايما نتغنى فيه بهمنا يبقى من خلال التعليم، إن كان بالمدارس أغانيها أو من خلال متحف إلى لحتى نبقى نتذكرها عطول. لأن مثل صباح ما بقى يجي بلبنان، يعني فضينا ولا بأي مكان. لعبت دور مهم كتير، لأن كان عندها طبيعة حلوة، طبيعة الفرح، طبيعة المحبة، طبيعة العطاء. ما كانت تسأل قديش لازم يعطوها، بالعكس هي أعطت لبنان أكثر ما لبنان أعطاها. وكنت بتمنى على المسؤولين بلبنان من زمان وهلأ إنه كانوا يعطوها بأيام مماتها، بأيام حياتها أكثر من أيام مماتها. هلأ عم نشوف جمهور كبير حواليها ومسؤولين كتار حواليها، بس لما كانت بحاجة لحدا منهم ما حدا كان يتطلع فيها، قلة من القلائل اللي اتطلعوا فيها. صباح لا تنتسى، لأن هي بقلب كل واحد فينا، ولازم عطول نحنا بس نسمع أغانيها نفرح، لأن فيهن فرح، فيهن معاني، فيهن مغزى. ولسوء الحظ هلأ بأيامنا لا في معاني ولا في مغزى، كله طقطقة وطقحنك. نحنا كلبنانيين لازم نتعلق، أنا برجع بكرر، بفننا وتراثنا، لأنه هيدا وجه لبنان الحلو اللي عم نصدره للخارج، لحتى نحن بلبنان جماعة منحب السلام، منحب العطاء، منحب المحبة. صباح أرزي من بلدي هوت، ولكن رح تبقى ذاكرة بكل واحد فينا. ومنتمنى إنه هاليوم اللي هو حزين أنا شفت فيه فرح فيه، ولكن في حزن فيه، لأن هي انتقلت من بيناتنا لراحت عند ربها والله يرحمها.